الدليل الثاني العقل، وقد اتفق جميع العقلاء أخواني الأفاضل، ما من حادث أو محدث إلا وله حادث، أليس كذلك؟ لو أخواني قال لك قائل والله دخلت هذا المركز جمعية حتراث فرع رمثية وسلمي فرع رمثية وسلوى، ودخلت بهذا النظام مكاتب على اليسار وعلى اليمين وبسرداب، ثم قال لك قائل وجد هذا الأمر صدفة، ماذا يقال عنه؟ إيش رأيكم أخواني؟ وجد هذا الأمر إيش؟ صدفة، مجنون شلون؟ هذا العقل، وذلك أصله أيضا في القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هل أخواني العدم هذا دلالة العقل، ها العدم هل يستطيع أن يوجد نفسه؟ إنسان مواليد 1979 كان عدم، صح؟ هل العدم يستطيع أن يوجد نفسه؟ لا، لابد من فاعل، لابد من مسبب، وهو الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ السعدي في كتابه توحيد إثبات الرب سبحانه وتعالى قصة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. جاءه قوم من الدهريين أخوانهم هم الملاحدة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ذكر هذه القصة العجيبة، لما جاءه قوم من الدهريين ومن الملاحدة أرادوا أن يناظروا من الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فلما جاء الموعد وجلسوا هو لوحده نبدأ، قال والله الصبر شوي بس ذهني مشغول في يعني كلمتين أفهمهم. قال ما الذي أشغل بالك؟ قال والله قد أخبرت أن هناك سفينة في نهر دجلة تروح وتأتي وعليها أغراض من غير قائد يقودها. واضح أخواني؟ من اللي أمامه؟ ها؟ دهرية ملاحدة، وذهني يعني مشغول بهذا الأمر. فقيل له من هؤلاء، قال أنت مجنون؟ كيف يعني سفينة عليها أغراض وتروح وتأتي في نهر دجلة من غير قائد يقودها؟ قال سبحان الله، سفينة أنكرتم على ذلك، فكيف بالذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ بهذا المثال أفهمهم، ولم يتكلم بكلمة واحدة. والمثل المعروف ذكره أيضا الإمام السعدي لما سئل أعرابي، والأعراب هم الذين يعيشون في البادية، كيف عرفت ربك؟ ماذا قال؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وخالق السماوات والأرض أفلاك وسماوات ألا تدل يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى.